internal or external? External. They're external. يعني external expectations بتديفلوب internal expectations. اوكي. فانت ممكن تعيش حياتك من غير يعني انت purposes اللي انت بتحطها لحياتك are not your own purposes in a way or another. Okay. انت بتعمل purposes دي عشان you want to يعني look good او مش look good مش قصدي كده يعني to fit in to conform in a way or another. Yeah. بس احنا طبعا بنقول لا لا احنا مش هنكونفورم يلا revolution يلا ثوره بتنجان مش قصدي ان الثوره وحشه وكل حاجه بس يعني الفكره في الموضوع ان احنا بنكونفورم بطريقه ثانيه بنكونفورم ان احنا بنريزيست حاجه اوريدي هي عايزين نريزيستها ايش يعني هو موضوع معقد شويه بس يعني ممكن حطوا تكمل ممكن اقول حاجه two people joined us فممكن نتعرف بيهم هيقول اي حاجه عن نفسك مش هو بحب البطيخ بالجبنه اي حاجه فاهم حاجه راندوم يعني if you want to if you feel like it weird things happen to me on Fridays random enough انا كمان مش عارف جمعه and you I'm my good babe انا سيبو يكون ايه ده انا اسفي سوبر شادو انت بني انا 97 مره انا اسفي عم مثلا هو اني واي ها ايدان يا اشتا اوكي كمل باك تو الفشل ينفع اسال سؤال يحيى انا يحيى الكاميرا مسكتها بتول انا بتول و سوري كنت تتكلمي من شويه مش عارفه سيني ريد او ممكن تحط الكاميرا الناحيه الثانيه ممكن تقفليها خالص ما ينفعش نو I think this is her way of saying there's no censorship but there's actually censorship so there is no censorship there is archiving and there's a huge difference between archiving and not like censorship بس اللي هو خلاص خلاص ايه شلت كام كده بصور صوابع رجلي وهي بترقص معنى بتقول صحيح الموضوع ده ممكن اقوله اوكي هو كل الناس بتقعد تقول او مامتي بتقول ان بتول ده يعني العابده علشان جاي من فعل اسمه تتبتل بس اكتشلي بتول معناها فيرجن بس هي تقريبا مش عايزاني يلزق فيا ان انا اسمي فيرجن فبتحاول تهس على نفسها شكرا ماما بس انا دي بتقول when you're like 6 وتسالي امك ماما اسمي يعني ايه هتقول لك ايه مش كده انت عندك 5 سنين مثلا I guess ان كان في فيزز مختلفه يعني انك بتحس بطرق مختلفه يعني مش دايما تقول نفس الحاجه بس عارفه نفسي اقول لها كده معناها يعني فيرجن ممكن تقولي لي عادي يعني More people, yay! Hi, أساميكو. أنتي ماي. بصوا أساميكو وحاجة بتحبوها. And B is random as you can. شادي خوخ. شادي خوخ. قول لي. الورا كمان خوخ حلو. ورمان. It started to disappoint you. Mai. Bottir.
زبادي؟ بطيخ بالبودكا؟ زبادي لأ؟ لا. اوكي. ممكن تقولوا اصلا اي حاجة تانية لو عايزين. لو عايزين. اي حاجة؟ نو؟ ها ممكن ترجعوا تاني موضوع الفشل؟ I think we're enough ان احنا نبتدي a decent open mic. المايك gives space to the person ان هو يتكلم براحته من غير هنا people انت بس قطع بعضها وكده ف قطع بعضها كده cool we'll have an open mic.